وضع لائحة بأسمائهم وبدأ في التخطيط لقتلهم واحدا تلو الآخر. حقيقة واقعية وليس فيلم رعب شهدته مدينة بلغراد بصربيا. خيم الحزن على المكان وتعالت صيحات الصراخ والعويل. وإليكم التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة البشعة، فلا تنسوا دعمنا على قناة الحدث ستوريز بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وفرجة ممتعة. في مدرسة ثانوية في منطقة فراكار بوسط بلغراد، لقي 8 تلاميذ وحارس أمن مصرعهم على الفور جراء إطلاق نار، وأصيب 6 أطفال ومدرسة نقلوا إلى المستشفى. وأوضح قائد شرطة مدينة بلغراد الصربية أن الضحايا هم 7 فتيات وصبي ولدوا بين عامي 2009 و2011. كوستا كيكمانوفيتش صاحب عمر لا يتجاوز 13 عاما، ولد في قرية صغيرة بصربيا، وعرف عنه الاحترام والانضباط طوال فترته الدراسية بالمدرسة. كان لديه جميع العلامات المميزة وكان لطيفا حقا، فلم يكن أبدا من الأطفال المشاغبين، لكنه تعرض للتنمر بشكل سيء من قبل رفاقه بالمدرسة. وقد سبق لكوستا وأخبر المعلمين بذلك، لكنهم لم يحركوا ساكنا، فقرر قتل زملائه جميعا. قال مسؤول أمني بأن كوستا خطط لإطلاق النار لمدة شهر، ووضع لائحة بأسماء الأولاد الذين خطط لقتلهم، حيث وضع رسما على ورقة يبدو وكأنه شيء من لعبة فيديو أو فيلم رعب، ما يشير إلى أنه خطط بالتفصيل لجريمته البشعة. لقد كان كوستا مسلحا بمسدسين، ووضع واحدا في حقيبته والثاني قرر أن يستخدمه. ولكن كيف يتسنى لصبي بعمر 13 عاما أن يحصل على مسدس؟ الإجابة بسيطة، فوالده كان يحتفظ بسلاحين في خزانته السرية بالمنزل، وبرغم وجود رمز تشفير للخزانة، لكن يبدو أن الصبي كان يعرف الرمز، لأنه تمكن من أخذ المسدسين وثلاث ملقمات يتضمن كل منها 15 رصاصة. اقتحم الصبي المدرسة في الصباح الباكر في 3 مايو 2023 وبحوزته الأسلحة النارية كانت مخبأة في حقيبته، وعندما سنحت له الفرصة أخرج مسدسه وأطلق النار على رفاقه وأصاب حارس الأمن الذي حاول التصدي له ومنع هذه المأساة. كانت الكارثة ستكون أسوأ بكثير لو لم يقف هذا الرجل أمام الصبي الذي راح يطلق النار، ودفع الحارث ثمن ذلك حياته. بينما أصيبت معلمة أيضا بعدة جروح وتم نقلها للمشفى في حالة خطرة، كما كانت هناك فتاة مصابة برصاصة في رأسها لا تزال في حالة تهدد حياتها، وصبيا يركض في حالة خطيرة مع إصابات في العمود الفقري، وأحد التلاميذ في حالة خطيرة مع إصابات في العنق والصدر، إضافة إلى طفل مصاب آخر بقدمه. بينما تم اعتقال والد الصبي بتهمة تعريض الأمن العام للخطر لأن نجله كان قد حصل على الأسلحة من خزانته، قالت أستريد ميرليني التي كانت ابنتها داخل المدرسة أن المعلمين تحركوا بسرعة لحماية الأطفال خلال إطلاق النار. كما روت لوكالة فرانس بيرس أن ابنتها حين رأت عنصر الأمن يسقط أرضا عادت بسرعة إلى صفها، انتابها الخوف وقالت لمعلمتها أن هناك إطلاق نار في المدرسة. كما أضافت والدة الطفلة أن المعلمة قامت فورا بحماية الأولاد وإبقائهم في الداخل مع إغلاق باب الصف. الغريب في الأمر
أن الفتى اتصل بالشرطة وقدم نفسه لهم، وذلك لأنه كان يعلم أنه سيجد طريقة للإفلات من العقاب بحكم أنه أصغر من أن يتم توجيه اتهام إليه ومحاكمته. أغلقت الشرطة سريعا محيط المدرسة الذي حضرت إليه عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين أمام أعين الأهالي القلقين الذين كانوا ينتظرون خروج أولادهم. تم استدعاء فريق من علماء النفس وآخرين على الفور لتقديم الدعم الكافي للطلاب والموظفين والأهالي خلال هذه الفترة الصعبة. قال الوزير رودريتش: لا يمكن تصور أن ترى تلك المشاهد، كيف كان وقع الأمر على هؤلاء الأطفال الذين عاشوا هذا الرعب، أو على الحراس والمعلمين حين حاولوا حماية الأولاد. فهي أكبر مأساة حدثت في نظام المدارس الصربية في التاريخ الحديث. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الحداد لثلاثة أيام. لم تعتد البلاد على هذا النوع من الجرائم، فعمليات إطلاق النار نادرة جدا في صربيا، حيث يتطلب شراء سلاح ناري إذنا خاصا، وذلك برغم انتشار ثقافة السلاح في صربيا وأماكن أخرى في البلقان. فالمنطقة بها أكبر عدد من الأسلحة النارية للفرد الواحد في أوروبا، وغالبا ما يتم إطلاق الرصاص من البنادق بالهواء في الاحتفالات وفي المناسبات الوطنية. خلف هذا الحادث صدمة في هذه الدولة البلقانية التي لم تشهد إطلاق نار في مدرسة بهذا الحجم منذ عقود. فآخر إطلاق نار جماعية كان عام 2013 عندما قتل أحد قدام المحاربين 13 شخصا في قرية بوسط صربيا. كان كل شيء جيدا بالمدرسة إلا أن 6 تلميذات كن يستهزئن من كوستا ويتنمرن عليه. اشتكى كوستا لمعلمه، لكن معلمه لم يفعل أي شيء حيال الأمر. قرر كوستا مرافقة والده الذي يجري تداريب بإحدى أندية الطلقات النارية، وظل يرافقه لمدة شهر تقريبا. بعد أن تعلم إطلاق الرصاص وكيف يتعامل مع المسدس، قرر وضع حد ونهاية للتنمر عليه بالمدرسة. أخذ مسدس والده المرخص وحمله للمدرسة بعد أن خطط في ورقة أسماء التلميذات المستهدفات، فيما شطب على واحدة منهن كانت تجلس معه في القسم ودون اسم المعلم المستهدف. دخل المدرسة وبالقسم أزهق أرواح 6 تلميذات والمعلم وأرداهم جثثا هامدة. قتل كوستا في البداية حارس المدرسة، ثم أعقبها بقتل 3 طلاب في الرواق وفقا لمسؤول الشرطة البارز في سيلين ميليتش. قال ميليتش أن كوستا دخل بعد ذلك فصلا دراسيا للتاريخ كان قريبا من مدخل المدرسة وفتح النار مرة أخرى. قال والد طالبة إن مطلق النار دخل غرفة صف ابنته وأطلق النار على معلمتها ثم على زملائها أثناء تواجدهم تحت مكاتبهم. تمكن معظم الطلاب في المدرسة من الفرار عبر الباب الخلفي وفقا لمسؤول محلي. بينما قال ميليتش إن كوستا خطط للهجوم لمدة شهر ورسم الفصول الدراسية وكتب قائمة بالأطفال الذين خطط لتصفيتهم، قالت السلطات إنها لا تعرف الدافع وراء إطلاق النار، ولم يتضح ما إذا كان كوستا قد أطلق النار على أي من الأشخاص الذين ذكرهم في قائمته. قامت الشرطة بإغلاق الشوارع حول مدرسة فلاديسلاف ريبني كار في بلغراد بصربيا، وأعلنت السلطات الحداد 3 أيام على مستوى البلاد، كما حددت الشرطة مطلق النار على أنه كوستا كيكمانوفيتش الذي التحق بمدرسة فلاديسلاف ريبني كار. كما قال مكتب المدعي العام في بلغراد إن كيكمانوفيتش لا يواجه اتهامات جنائية لأنه دون 14 عاما،
وستحدد الخدمات الاجتماعية ما سيحدث له. قال مسؤولون أن كوستا كان يحمل مسدسين لوالده وأربعة زجاجات حارقة. وقال وزير الداخلية براتيسلاف جاسيتش أن الأسلحة مرخصة وتم الاحتفاظ بها في خزنة، لكن يبدو أن الشاب الذي كان في ميادين الرماية يعرف الرمز. تم القبض على الأب أيضا، ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد. لم يكن واضحا عدد الطلقات التي تم إطلاقها، لكن الشرطة قالت إن مطلق النار أعاد تحميل المسدس. تم نقل 6 أطفال ومعلمة إلى المشفى، وأظهرت لقطات إعلامية محلية حالة من الاضطراب. عندما اقتادت الشرطة كيكمانوفيتش الذي كان يغطي رأسه بينما يتوجه به الضباط إلى السيارة، قامت الشرطة بإغلاق المحيط حول المدرسة، ونقلت السلطات فيما بعد أكياس الجثة إلى شاحنة كانت تنتظر في عين المكان. قالت الشرطة إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن إطلاق النار حوالي الساعة 8:40 صباحا في اليوم الثالث الذي استؤنفت فيه الدراسة بعد عطلة نهاية أسبوعية طويلة. قال ميلان ميلوزوفيتش الذي قال إن ابنته كانت في فصل التاريخ عندما وقع إطلاق النار للتلفزيون أنه هرع إلى المدرسة عندما سمع بما حدث. تلقى مكالمة هاتفية من ابنته التي هربت من المبنى ولم تصب بأذى. كما قال ميلوزوفيتش إن ابنته أخبرته بأن كوستا أطلق النار أولا على المعلم ثم على الأطفال الذين انبطحوا تحت المناضد. وقال ميلان ميلوزوفيتش عمدة منطقة بيليغراد في فراكار حيث وقع إطلاق النار إن معظم الطلاب أخرجوا من المدرسة عبر باب خلفي. قال لدينا مراقبة بالفيديو، لكن الآن هذا درس. نحتاج أيضا إلى أجهزة الكشف عن المعادن، إنها مأساة كبيرة. شيء من هذا القبيل في بلغراد، هذه مأساة كبيرة في مدرسة ابتدائية. في حين أن مثل هذه الهجمات نادرة، حذر الخبراء مرارا وتكرارا من الخطر الذي يمثله عدد الأسلحة في بلد شديد الانقسام، حيث يتم تمجيد مجرمي الحرب المدانين والعنف ضد الأقليات في كثير من الأحيان دون عقاب. وأشاروا أيضا إلى أن عقودا من عدم الاستقرار الناجم عن صراعات التسعينيات بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية المستمرة يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الانفجارات. ومع ذلك سارع وزير التعليم برانكو روزيتش إلى إلقاء اللوم على التأثير السرطاني والخبيث للأنترنت وألعاب الفيديو وما يسمى بالقيم الغربية. ومثل هذا النقد شائع بين المسؤولين الحكوميين في صربيا، حيث ازدادت المشاعر المؤيدة لروسيا والمناهضة للغرب في السنوات الأخيرة. أعزائي، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد على قناة الحدث ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.